لو سألت أي امرأة وقلت لها متى تخرب الطبخة اللي تعودتي تطبخيها، راح تكون الإجابة لما تكون ما مركزة أو لما تكون تغلط في المقادير، يعني إما حسبة غلط أو قلة تركيز. وعلاقاتنا وأموالنا وكل تفاصيل حياتنا معتمدة على حسبة أو تركيز، يعني الكلمة اللي ما تحسب لها حساب وتطلع أكبر من حجمها في الموقف المعين راح تعني إن تخرب العلاقة. ميزان أي شيء في الحياة يعتمد على شيئين، حسبة ومراقبة. طب في ناس تسأل، هل ممكن أجلس طول حياتي أحسب وأراقب قبل كل شيء؟ وهذا هو موضوع دورتنا، تفعيل اسم الله الحسيب والرقيب لحياة أفضل وعلاقات أفضل وكذلك جانب مالي أفضل. وهذا الشيء اللي راح نتعلمه عبر دورة تفعيل أسماء الله الحسنى. هذه الدورة للنساء فقط، راح نقدمها تاريخ 11 أبريل. حابين تعرفوا تفاصيل أكثر عن هذه الدورة؟ تواصلوا عبر الأرقام المبينة أمامكم في الشاشة.